في آخر حوار تلفزيوني له قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ضمن قلوب وعقول الناخبين، لكن هل هذه الثقة تنطبق على الدائرة الصغيرة المحيطة بالرئيس الأمريكي؟ يبدو أن الإجابة هي لا، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الذي كشفت في تقريرها الأخير وأكدت أن أعضاء الدائرة الداخلية لموظفي جو بايدن بالإضافة إلى السيدة الأولى جيل بايدن يعملون منذ سنوات لإخفاء التدهور المعرفي للرئيس الأمريكي عن الجمهور. هذه الدائرة الصغيرة من كبار المستشارين اعتبرت الصحيفة أنهم يعملون كحراس شخصيين للرئيس، بل وأنهم يتبعون مجموعة من الاستراتيجيات أبرزها جدولة الاجتماعات المبكرة فقط وعدم قبول الأسئلة غير المحددة في المنتديات العامة، بل ورفض المقابلات البارزة مع الصحفيين. مخاوفهم لا تقتصر على القدرات العقلية لبايدن، بل تشمل أيضا القدرات الجسدية. قد تم مثلا رفض خطة مقترحة للقيام برحلة عبر الولايات المتحدة للترويج لمشروع قانون البنية الأساسية بسبب مخاوفهم بشأن قدرة بايدن على التحمل، رغم أن هناك طبعا من يرد على هذه المزاعم بأن الرئيس قام مؤخرا برحلات مهمة وسريعة، سواء تلك التي سافر فيها إلى كييف أو مؤخرا إلى تل أبيب. التقرير استند أيضا على آراء أكثر من 20 مسؤول سابقين وحاليين في إدارة جو بايدن وأيضا مانحين رئيسيين لحملته الانتخابية. لا يخفي هؤلاء بالطبع أن بايدن بطبيعته حاد الذكاء وشخصية قيادية، كما أنه يهتم بالكثير من التفاصيل، لكن تأتي لحظات ينسى الرجل خلالها الكلمات بل ويتعثر في الجمل، وهي الزلات التي أصبحت تتكرر أكثر وأكثر إلى أن وصلت إلى ذروتها في المناظرة الأخيرة أمام دونالد ترامب الذي لا يرحمه. تقرير الصحيفة راجع أيضا سجلات زوار البيت الأبيض وقال إنها تراجعت بشكل ملحوظ، ما يشير إلى تعمد دائرة الرئيس المقربة إلى تقليل هفواته عبر تقليل ظهوره. لكن يبقى السؤال الآن، إلى أي مدى ستنجح هذه الاستراتيجية طوال رحلة السباق الانتخابي متعدد المراحل كما هو معروف؟ وإن نجحت ووصل بايدن إلى البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة، هل ستصمد هذه الاستراتيجية كذلك؟